تويسات من قسم ما بين الرابطات بنتيجة هدفين لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين بمدينة ورقلة. وكان مستقبل رويسات السباق لفتح باب التسجيل مبكرا في الدقيقة الأولى من اللقاء بواسطة اللاعب سايح ليقلب شباب قسنطين الموازين في المرحلة الثانية وتوقيع هدفين. الأول وقعه يطو في الدقيقة 65، ثم أضاف بن عياد الهدف الثاني في الدقيقة 80، وبذلك سيواجه السياسي في الدور الربع النهائي المقرر ذهابا وإيابا الفائز من لقاء مولودية وهران نجم مقرى المبرمج في 29 من الشهر.